المنظر تشوف فيه حالك. نحن في شركة خدمات العامة مجرد ما خلصنا في شركة المياه بإذن الله يتم إزالة العوائق في الصرف الصحي وخدمة هذا الخط. نحن تلقائيا وعلى طول حننزل بمعداتنا وبإذن الله حنقوم بتنظيف الوادي بالكامل بإذن الله. بإذن الله تعالى. سيد محمد، الأعمال النظافة بادية في الوادي وزي ما شفنا الآن وما شاء الله يعني المجرى الأمور ماشية عندكم، هل أنهيتم فعليا أعمال نظافة مجرى الوادي من القمامة أم لازال الشغل مستمر يعني؟ لا، هو حيكون الشغل مستمر والشغل شيء طبيعي من ناحية الزمن مع أخوتنا في شركة المياه. كل ما يتم إنهاء مشكلة الصرف الصحي طبعا حنكون نحن في تنظيف الوادي. في ملاحظة سيدي الفاضل بس تفضل تعرفها، ان شركة الخدمات قائمة بالعمل وعاملين في اتجاهين بتاعت الوادي، لو بس الكاميرا كانت تجيب من فوق صناديق لتجميع القمامة، وعندنا سيارات تتحرك بشكل يومي تجيب في القمامة اللي هي خاصة بالمواطنين. المشكلة ان الوادي هذا ياهي فيه مشكلة كبيرة، فيه ما نقدرش نتهمه حد ولا كذا، ولكن في جزء شوية من السلبية ان اغلبية القمامة اللي موجودة تشوف فيها لوطة في الوادي هذه ناتج افرازات من بعض المحلات اللي هي موجودة والمطاعم اللي هي موجودة على جانبين الوادي، عدم ادراك المسؤولية عند المواطن، عدم التقيد بالسيارة اللي هي تمر كل صباح على صناديق القمامة الموجودة على جانبين الوادي، ما يهتموش بالملاحظة فيصير التراكم ويشوفوا هم ان مثلا اقرب نقطة وافضل نقطة هو الرمي في الوادي. بالطبيعي طبعا لما انت تشوف تكون كمواطن ولا صاحب محل لما تشوف مجرى الوادي بالوادي بالشكل هذا الياهي، خطوط الصف الصحي والمشكلة اللي حادثة فيه وتجمع القمامة، فشيء طبيعي انك تعطي انطباع للمواطن انه يقدر يرمي بدون لا مبالاة وحل الموضوع، يعني ما حتى لو حط قمامة اخرى مش حيأثر من الموضوع شيء. نعم، لكن نبيدي ان شاء الله انه نوعدكم وبشكل فعلي وبشكل جاد، ونحن دائما صادقين في كلامنا. اول ما يتم انهاء خدمات الصف الصحي داخل الوادي حينزل الياتنا، وقبل موسم الشتاء ان شاء الله حنديروا كل تجمعات القمامة الموجودة في الوادي. وانا قلت لك قبل سنه بالضبط هذا الوادي اللي تشوف فيه توه قمامه وصرف صحي استضاف اول حفله، نعم اول احتفاليه بعد تحرير مدينه درنا، شاركوا فيها جميع فرسان المنطقه الشرقيه وحضروا اشخاص واجد وغطاها.